تعالوا بقى نتكلم عن مباراه امبارح الاهلي وانبي، وماتش بصراحه كان مهم. ليه بقى كان مهم؟ احنا كان بقى لنا اربع ماتشات ما بنكسبش، ودي حاجه صعبه علينا قوي قوي كاهلاويه في الدوري. يعني ان انت تقعد اربع ماتشات ورا بعض ما بتكسبش، خسرت ماتش وتعادلت ثلاثه، فدي حاجه تقيله علينا مش متعودين عليها. اهميه الماتش جت من هنا بقى، اللي هو ايه؟ ان احنا لازم نكسب يا جماعه، لازم نكسب. عندنا غيابات كتير، ومش بس غيابات، لا دي غيابات مؤثره، مش مجرد غيابات يعني في خط واحد، لا في اكتر من خط. بظروف صعبه، باستعدادات للنهائي الافريقي الاهم طبعا، اهم لانه لقب قاري جديد باذن الله تعالى الاهلي يضيفه لسجل بطولاته المليء بالالقاب القاريه. يعني الجميل كمان في مباراه امبارح ان انت بس مش كسبت مجرد فوز، لا ده انت كسبت ماتش بسيناريو يعني احنا بنحبه قوي بنعشقه السيناريو ده، وعشناه كتير قوي مع النادي الاهلي. مؤخرا شفنا ازاي العالم احتفل بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي، الفوز برضو اللي كان بنفس السيناريو ده كده، اللي هو ريال مدريد جت لغايه الدقيقه 90 خسرانه محتاجه جونين عشان تتعادل، وكسبت في الاكسترا تايم، وده حصل، جابوا جونين في الوقت بدل الضايع، وبعد كده في الاكسترا تايم فازوا. ريال مدريد بيحصل معاه الكلام ده، بس الاهلي برضو بيحصل معاه الكلام ده. هما فرقتين بس في العالم اللي تلاقي عندهم ايه الروح دي والجرينتا والاراده والعزيمه اللي تخليهم ان هم حتى لو خسرانين ويجي فيهم في مرماهم هدف في الدقيقه 75 وممكن ان انت خلاص ترمي الفوطه بقى والدنيا حاول اتعادل وخلاص، وترجع في الماتش بالطريقه دي رغم وجود اخطاء تحكيميه برضو كبيره. مش هنخلص من الكلام عن التحكيم، اقسم بالله الواحد زهق، الواحد جاب اخره من التحكيم، والواحد جاب اخره من تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح المحترم، الشخص المحترم اللي بنقدره كل التقدير، لكن تصريحاته كلها غريبه طبعا كالعاده. واكيد امبارح انا والله ما سمعتوش امبارح، ما اعرفش اتكلم ولا لا، بس انا متوقع التصريحات يعني هيطلع يقول لك اصل الكابتن محمد صباحي غلط في دي، اصل عمل في دي، لا هيقول لك كابتن محمد صباحي 10 على 10، كل الحكام عندنا ايه جامدين قوي، بدليل احنا عندنا 10 حكام في كاس العالم. واحنا طبعا ما لناش حد، يعني عندنا حكم واحد بس، وريته حكم صفاره كابتن ابو الرجال، هو حكم رايح حكم فيديو في طاقم بكاري جسام. فرغم كل الظروف دي لا، الاهلي بيرجع في الدقيقه 94، انت متخيل الحكم حسب 7 دقائق وقت بدل ضايع. الناس كتير اتكلمت على الوقت بدل ضايع وازاي وليه 7 دقائق، حضرتك لما تيجي تراجع الماتش اقل حاجه اصلا 8 دقائق مش 7 دقائق، ورغم كده كابتن محمد صباحي حسب 7 دقائق، في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل ضايع جبت جون. سكت بقى وقلت الحكم هيصفر خلاص الماتش خلص، لا الاهلي بيعمل ايه؟ الاهلي بيلعب لاخر ثانيه في الماتش، بالتالي قدر ان هو يجيب الهدف الثاني، والهدفين كانوا عن طريق احد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي واحد ابرز الصفقات اللي تمت في تاريخ النادي الاهلي، وهو علي معلول محبوب الجماهير، جماهير الاهلاويه في الحقيقه. هدفين ببرود اعصاب، باتقان في انهاء اللعبه وانهاء الهجمه بهدف في ضغوط صعبه جدا، انك خسران ومحتاج تكسب او محتاج تتعادل بعد عدد كبير من الماتشات انت ما بتكسبش، ودي حاجه او ده امر غريب على النادي الاهلي. فعشان كده الانتصار امبارح طعمه حلو قوي، الواحد انبسط جدا، استرجعنا كده لحظات الفرحه اللي بتبقى كبيره قوي كده، زي مثلا يعني ماتش الاهلي والصفاقسي، ماتش طبعا مع فرق البطوله وفرق اهميه المباراه وكلام من ده، ماتش الاهلي والزمالك في نهائي القرن، ماتش الاهلي و في الكونفدراليه جون عماد متعب، مش متذكر اسم الفريق، يعني في كذا ماتش كده احنا فرحنا من خلاله بالشكل ده. فامبارح لعيبتنا كانوا رجاله جدا وعاملين ماتش حلو قوي طول ال 90 دقيقه، ماتش حلو حلو. رامي ربيعه امبارح فكرنا برامي ربيعه بتاع زمان، عمل مباراه كبيره جدا جدا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى التكمله في نص ملعب الخصم لا رامي ربيعه عمل ماتش حلو قوي امبارح بصراحه يعني، وان شاء الله يستمر على كده. هو لعيب كويس والله، بس هو حظه وحش في الاصابات بتعطله، عقبال ما يرجع للمستوى بياخد وقت. قفشه، لان ناس كتير بتحاول بتتصيد لقفشه الاخطاء، انا نفسي افهم ليه. ورغم كده قفشه امبارح انا بشوف ان هو عمل ماتش حلو قوي، كان كويس جدا. قفشه كمان لو تلاحظ كده في اخر الماتش واحنا خسرانين بيقول للاعيبه يا جماعه سلموني الكوره، ما تقلقوش سلموني الكوره،
هي دي شخصية بالمناسبة، دي شخصية، شخصية لاعب. في لعيبة ممكن تهرب في اللحظات اللي زي دي، تستخبى كده في الملعب بلغة الكورة، الناس لعبت الكورة تفهم المصطلح ده. بعيد عن المصطلحات بتاعت كابتن عصام فتاح، ده مصطلح عادي طبيعي في الكورة، مفهوم يعني، معروف على المستوى العالمي يعني. واخدين بالكم؟ فبالتالي قفش عمل ماتش كبير قوي. الشحات امبارح في نص الملعب ابتدى، وبعد كده راح ناحية اليمين، في الاثنين اجاد بشكل ممتاز. تاو لما نزل عمل نشاط حلو قوي في الجانب الامامي. كوكا في نص الملعب امبارح لاعب صاعد مميز جدا، واثبت وجوده بخلاف علي معلول اللي ممكن في بعض فترات المباراه ما كانش بالمستوى المطلوب، لكن انهلك المباراه بالنتيجه المطلوبه وبالشكل المرجو يعني. فكلها ايجابيات ومكاسب مهمه جدا جدا جدا، بغض النظر عن التحكيم